بدايتك في عالم الاحتراف في البي اس اي، في البدايه بتبقى محتاج بطولات كتير عشان تعمل رانك، لان انت لما بتتحط الرانك بتخش طبعا برانك قليل، فمحتاج شويه بطولات في الاول تدخلك مثلا في الايه في الاول 100 مثلا. هتعمل ده ازاي او عملت ده ازاي؟ في الاول هنا والله كان الاتحاد المصري ساعدني بشكل كبير جدا، انا اخد حاجه اسمها كوالد كارد، كبطاقه كده ان انا اخش بيها بطوله كبيره، بيبقى واحد بس ممكن يخش مثلا زي بطوله الجونه او بطوله الاهرام، دي بتساعد بشكل كبير جدا، مثلا يعني من تصنيف ال 500 توصلك تبقى 190. وبعد كده بقى لا عشان نفهم الناس، البطاقه دي او الكارد ده بيديك ايه؟ هل هو بيبقى من الناحيه الماليه بيبقى متكفل الاتحاد بده، ولا بيديك يعني زي تربو زي ما بيقولوا كده يخليك تنط كام مركز؟ لا بيديك يعني كده، بيديك الوايلد كارد ده، زي يعني مثلا في 48 لاعب يخشوا البطوله، في منهم واحد ده يخش كده تبع البطوله دي دعوه من خارج الرانك ده او من خارج احسن 50، انا شايف ان ده بروميسنج فبديله الكارت ده، بديله بالظبط كل اداك الكارت ده للاتحاد، اداني الكارت ده. كان ساعتها عمرو منسي كان احب اشكره جامد جدا على بطوله الجونه، ساعتها اداني الكارت ده، وطبعا بتاخد نقط كبيره جدا بتخليك لو مثلا كسبت او خسرت، او خسرت مجرد خسرت اشتراك أو في البطوله مجرد دي، انت اشتركت في البطوله دي بنقط كبيره جدا، توفر عليك سفر كتير جدا، فبتوفر ده عليك ده طبعا يعني ده عمل طبعًا. ده عمل تربو زي طبعا تربو 300 مركز، كان 300 مركز 300 مركز مره واحده. طب ما تشوف لي كارت معاك ونبص. لا اتفضل هنحاول نكلم. لا 300 مركز طبعا كان، بس طبعا ده عشان تخش البطوله دي لازم تبقى من احسن 48 طبعًا. على لا والاتحاد مش هيديها لك كده، هيديها لك بعد دراسه وعارف ان انت اكفأ واحد طبعا. صعبه جدا، وطبعا عشان تخش بقى البطوله دي انت مالكش خلاص ان انت تاخد الدعوه دي تاني، فلازم بقى تحارب ان انت تبقى من اول 48 بجد بقى. انت لازم تشترك هنا في البطولات بالظبط، لازم بقى تشترك بقى بطولات اصغر في اصغر في اصغر. فالحمد لله سافرت ساعتها الارجنتين، كسبت 3 بطولات هناك وعليت مركز تصنيف لغايه لما وصلت وقدرت ان انا اخش البطوله دي. تشوف كذا بطوله جنب بعض عشان التكلفه تقل. كان ساعتها كان في الارجنتين ده. كان ساعتها تور كامل في الارجنتين هناك، والسكواش في الارجنتين والبرازيل، وكان حاجه الثالثه ايه ده باراغواي. وحتى هو عنده شعبيه جامده جدا دلوقتي في ساوث امريكا فعلا. يعني انت مصطفى في السكواش بتاع الحته امريكا الجنوبيه دي مجنونين، اكيد بيشوفوا يعني وبيتابعوه في كل ماتشاته والفانز بتاعته، لان هو سافر انا وحضرتك بقى معاه وان شاء الله بيتصور معاه بتاع يمكن الدنيا بتبتسم هناك. وحتى في صحفيين ارجنتين لحد دلوقتي على التواصل معانا وبينقلوا كل اخباره، هم معتبرينه ان هو يعني البدايه كانت عندهم، وكان في صور لرامي عاشور كان ستارت برضه بتاعه هناك، فهم يعني قالوا له على فكره رامي اتصور في نفس الوقت في المكان ده وابتدى عندنا. فيعني فعلا الناس هناك دي هم قريبين قوي مننا ونفس طبعنا يعني بتاع المصريين. طب هو